الإخوة الأبطال في العاصمة بغداد، رياض العزاوي ومحمد العزاوي. لكن هذه الزيارة ليست كسابقاتها من الزيارات. هذه المرة بصحبتهم رئيس اتحاد رياضة الكيك بوكسينج وضيوف آخرون ليعلنوا عن بطولة دولية تحت سماء بغداد في الأيام المقبلة. بالنسبة للبطولة لهذا الحجم كان لها شغل أكثر من 6 شهور اشتغلناها أنا ومحمد وأحمد، يعني أنه جبنا أبطال عالم من 18 دولة. البطولة راح تكون على 3 اتحادات عالمية. بطولة احنا بالضبط جبنا لكم بطولة من أوروبا من بريطانيا، ننقلها بالضبط مثل ما هي باتحاداتها بلاعبيها بمدربيها بحكامها راح يكونوا متواجدين ببغداد الحبيبة إن شاء الله. رواد وأبطال كثيرون عزف السلام الجمهوري لهم عسوة بالملوك والرؤساء وأحرزوا للعراق ميداليات وأحزمة ذهبية، لكنهم لم يكافئوا بشكل يتناسب بما قدموه ليعانوا اليوم وهم في خريف عمرهم، ولم تستثمر خبرة البعض منهم لخدمة الأجيال التي خلفتهم. تك رياضي قدم للبلد، يعني مجال هذه اي مجال رياضي لازم يعني تعرف. احنا مثلا خلي احكي لك عن الرياضه بالعالم الغربي، انه الغرب يهتم بالرياضي حتى من يخلص يعني يطلع تقاعد عن الرياضه تلقى انه اكو اهتمامات غير راتبه الشخصي، راتبه التقاعدي اكو اهتمامات بالرياضه معنويا دائما، انه شوف الاهتمام السؤال الاعلام. كان من المفروض يعني ولو هذا الانجاز ايضا يحسب الى العراق، بس يحسب لأشخاص هم اللي نظموا البطولة. لا، احنا نريد الدولة هي اللي تقوم بهذا المهرجان وليس أشخاص. هذه البطولة التي ستحتضنها أرضية ملعب الشعب الدولي والتي سبقتها مباراة الأساطير على استاد جذع النخلة في البصرة، ما هي إلا رسالة إلى دول العالم والاتحادات الرياضية الدولية أن العراق باستطاعته أن ينظم ويستضيف المباريات الدولية على ملاعبه. إقامة مثل هكذا بطولات عالمية في بغداد وبحضور دولي واسع سيسهم في إعادة العراق إلى موقعه الريادي والانفتاح مرة أخرى على العالم الرياضي. من بغداد، جابر جمال، قناة رشيد الفضائية.